حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع بها آراءكم وتعليقاتكم، وأيضا نسمع رأيكم بالموضوع اللي نطرحه في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام التالية: من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على 1-2 بأي دقيقة من دقائق البرنامج، من زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون ونسمع رأيكم حول الموضوع اللي راح نطرحه بعد قليل. من خارج العراق تقدرون تتصلون بنا على 1-2، فعدكم 4 أرقام للاتصال: 2، وقبل شوية 2 من الداخل، 4 أرقام للاتصال. أما هذا الرقم، هذا الرقم مخصص لبرنامج الواتساب غير مخصص للاتصالات. اللي يدق علينا على رقم الواتساب لا يزعل علينا، ما راح يبين يمي انه هو ديدق، ما اقدر استقبل مكالمه صوتيه او رساله صوتيه او فيديو على هذا الرقم. هذا الرقم اللي تشوفوه هسه جوا مخصص فقط للرسائل. اتمنى انه تكتب لي رساله اذا ما قدرت تتصل بينا، اتمنى تكون الرساله مطبوعه باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. موضوع الحلقة: بعيدا عن الفيديو اللي شفناه بالبداية، مواطن أو منتسب أو واحد من الميليشيات دي يريد يعتدي على رجل مرور دي يؤدي واجبة بالشارع، رجل المرور اللي يوقف بالشمس، رجل المرور اللي ينظم خط سير المركبات، رجل المرور اللي حافظ على أمن المواطن، اللي المفروض المواطن يمتثل إلى أوامر هذا الرجل، يبدو أنه رجل المرور يعتدى عليه في بلد تعودنا نشوف به كل شيء غريب، كل شيء المفروض ما يصير ده يصير بالعراق. بالمناسبة، بما أنه كل شيء المفروض ما يصير، مبروك رجعة السيد، مبروك أعلم مقتدى الصدر أنه رجع للانتخابات، قلناها هواية، مواطنين قالوها، هواية ناشطين قالوها، وكو ناشطين حكوا وتعذبوا وانذبوا جوه وتهددوا، مرة ينسحب مرة ما ينسحب. أني بالنسبة إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة، إش قال؟ إنه العودة إلى ما سماه المشروع الانتخابي بات أمرا ميسرا. أكو شيء تغير بالعراق لدرجة إنه مثلا يستحق العودة بما أنك تيار إصلاحي؟ أكو شيء صار بالعراق نقدر الشعب إنه يستشف من عنده أنه أكو تطور بالبلد؟ مثلاً المهجرين راح يرجعون، مثلاً المعتقلين الأبرياء اللي عددهم فوق 95% من المعتقلين داخل السجون العراقية راح يطلعون ويصدر عفو عام عنهم، مثلاً مثلاً راح تنزلون سلم جديد بالرواتب بالنسبة للموظفين أو درجات وظيفية جديدة أو توظيف جديد بالعراق، مثلاً الأجور اليومية راح تحولوهم مثلاً على الملاك الدائم، مثلا الزراعة العراقية يعني بدت مشاريع جديدة بالعراق بحيث انه الزراعة العراقية راح تنهض من جديد والزراعة العراقية والفلاح العراقي راح يلقى دعم من الدولة، مثلا قطاع الكهرباء العراقي، يعني هل انه اصبحت الكهرباء بالعراق 24/24 والكهرباء بعد ما تنقطع؟ اردفتهم شنو اللي صار بحيث السيد مقتدى تراجع عن قرار الانسحاب ورجع من جديد؟ شنو اللي صار بهالبلد هذا بحيث انه احنا نقدر نقول اكو تطور بالبلد ملموس، بما انه السيد يدعو الى الاصلاح وهو صاحب التيار الاصلاحي الاول بالبلد؟ شنو اللي صار بالبلد حتى نقدر نقول اكو اصلاح؟ فساد راح يقل مثلا؟ الرشاوة بالعراق صدر بها قرار ومنعت مثلا؟ بهاي المقدمة هو موضوعي هذا. أكو انتخابات مبكرة، الشعب رافضها جملة، خلينا نقول 90% من الشعب العراقي، حتى النص اللي انتخبوا بذيك الفترة اللي ما وصلوا 20%، خلينا نقول 90% من الشعب العراقي رافض هاي الانتخابات، 90% من الشعب العراقي لما تصير استفتاءات دا يرفض أن يشارك بالانتخابات.
آخر استفتاء أجرتها إحدى المنظمات 8% بس أعلنوا أن هم يرحون، و2% ما يدرون إيه لو لا بعده متذبذب، والبقية كلها قالت لا وبعدهم يحجوننا بالانتخابات. أريدكم تفكروا لي بهذا الموضوع وتدخلوني أنا، بس خلونا نتابع هذا الفيديو التعريفي. إلى 2021 يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، ورؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. سمعت وش قال؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، شنو النتيجة؟ كل شيء ما صار، جوع، حرب، نقص خدمات، صراعات، تسقيط، لا ماء، لا كهرباء، لا نفط، بس تبعية. أريد أوجه سؤال إلى السيد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري. أنت مو بنفسك قلت ماكو رئيس وزراء صار بالعراق إلا بموافقتك؟ أنت مو بنفسك قلت ماكو حكومة صارت بالعراق إلا بموافقتك؟ وفي آخر مجلس نواب أنت مو عندك 50 نائب اللي هي تعتبر الكتلة الأكبر؟ شو ما شفنا العكس؟ كنت موافق قبل وهسه ضجت؟ انسحبت رجعت، انسحبت رجعت، انسحبت رجعت. بكل انتخابات أكو انسحاب، وراها نشوف نواب للتيار الصدري بالبرلمان. هسه أكو انتخابات جديدة طلع وجماعتهم يقولون لن تروا نائبا عن التيار الصدري، كلها يعني مشددة على هذا الشيء، يقولون بهل البرلمان الجاي ما راح تشوفون نائبا عن التيار الصدري. هسه شو تقولون؟ محمود من الموصل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. التيار الصدري استاذي هذا مثل رغيف الصاد، هذا شوف الخامنئي حق حاطينه على الخامنئي، هذا ولا قاعد يشتغلون من جوا لجوا، هذا مثل رغيف الصاد المتقلبو، هذا صاد جاي راح تحطوا شوف خامنئي حاطينه من يقول حتى راح يصير ايران ظنت عليهم، هذول هذول من الشبوط واحدهم. احنا الرئيس انتخاباتنا فيها انتخابات الشارع والشعب، احد بعد ما يفوق عليه الشارع والشعب، ماكو انتخابات. مالك يغلق هنا بالمليارات بالموصل بعفار وبالحمدانية وبالقبة وبالشغال، هو والحلبوسي هذا كيف صار يتقلب ما نثق فيه مثل عدة تبه، شوف ده حق خامنئي حط يد العظم ويضحك المقاطعية ضحكوا عليهم، وأنا ممنون وشكرا. شكرا شكرا لك أخ محمود. يعني من يقول أنه بات الأمر يسير وأنه يريد يثبت للجميع أنه التيار الصدري هو الكتلة الأكبر على حد تعبيره، مراقبين طلعوا وقالوا أنه الصدر إعلانه عودته إلى العمل السياسي ومشاركته بالانتخابات أمر مو مفاجئ مثل ما كثير ناس توقعت هذا الشيء، بسبب كثرة مواقفه اللي متقلبة والتي توصف بالزئبقية، إضافة إلى نقضه للعهود وعدم التزامه بالوعود اللي طالما أطلقها بزعم محاربة الفساد رغم وجود نوابه ضمن تشكيلة الحكومة وفقا لموقع المونيتور الأمريكي. يعني
هو هذا السؤال اللي نريد نطرحه، هذا السؤال اللي احنا نريد نقوله. انت في فترة من الفترات اعلنت انسحابك من العملية الانتخابية، اتباعك في كل محفل وفي كل مكان يعلنون علانية انه لن يكون هنالك وجود لاي نائب في البرلمان المقبل تابعا للتيار الصدري. هسه رجعت وتقول الامر يسير، شنو اللي صار بحيث رجعت؟ شنو اللي خلاك ترجع؟ وليش هذا التركيز على انتخابات شعبنا رافضها؟ اليوم الشعب ابو الاخ محمود السامينة دا يقول احنا نريد انتخابات نزيهه. عندكم ضمانات انه تكون الانتخابات المقبله نزيهه؟ عندكم ضمانات انه الانتخابات المقبله ما بها تزوير؟ واكو خبر يقول انه اكو احزاب اشترت 5 مليون بطاقه ناخب، يعني 50 مقعد او اكثر. ابو حسن من دياله حياك الله. ابو حسن من دياله انقطع، اتمنى يرجع لنا. احمد من بغداد حياك الله احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. احنا نطالب وزير التجاره بانه يعطينا ثمن قطعه علينا صارخين، واحنا شعب بهيمي، احنا بهايم ناكل ونشرب واذن لك الله نسرب. احنا شعب فاشل ما بينا حظ، شعب بس ياكل ويشرب. يا اسلام يا علان. نعم، قطع الاتصال ويا الاخ احمد. عندي خبر يقول انه اكو شراء لخمسة مليون بطاقة ناخب بالعراق، يعني 5 مليون بطاقة إلكترونية. إذا فلنفرض 100,000 صوت توصل واحد إلى البرلمان أن يكون نائب، 5 مليون تقسيم 100,000 هاي 50 نائب ضمن الكتلة الأكبر. الشعب يريد انتخابات نزيهة، يعني مطالب ثوار تشرين ومطالب الشعب العراقي انتخابات نزيهة. كل من عمل بالعملية السياسية من 2003 لليوم ما يدخل بالعملية الجاية أو ما يدخل بالانتخابات، ما يكون بها تزوير، كلا للفساد وكلا للتدخلات الخارجية. بالله شنو الضمانات اللي راح تقدموها للشعب بهذا الخصوص؟ أبو زوبع من كركوك حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ العزيز شلونك؟ نحمد الله على كل شيء، أنت شلونك؟ رحم الله والديك، الله يسلمك، الله يعزك ويعزك يا غالي. يعني أنا من ضمن النواب اللي هدأ مرشحين على الانتخابات قاعد يطلبون بطاقة ناخب وسكن على مود يشترون أصوات بفلوس. بالله إيش قد صار سعر البطاقة الواحدة؟ يعني عندك معلومة؟ والله ما أعرف إيش قد. No. بس يا اخوي ايش تتوقع يعني؟ يروح حرامي يجي ابن الحرامي. نعم. يعني ايش تتوقع يعني؟ انتوا يعني معتقدين راح تجيكم حكومه تخلصكم من هذا البوق والتسليب والنعيب؟ عمي والله ما تجيكم بعد حكومه الا هاي الوجوه كلها تروح. قلها ما يبغى ولا وجه. من ذولا المعممين وانت نازل. نعم. أما كلهم خايسين ولد خايسين. ماكو والله أنا على حاجيك سني. سنتهم بشيعتهم بالحكومة فاشلين. يعني يكون غير تلقى واحد ابن حمولة تشيل العراقية تشيل الحمولة تشيل الغيرة على عراقه. وينه؟ ماكو. كلهم إيرانيين وكلهم تبع تذيولة. يا علي يجينا يريد من يبني حيل جديد. انت ايش تتوقع من دول العراق؟ ايش تتوقع من دول الحكومه؟ حكومه هذه مو حكومه، هذه جمره حراميه. جمره حراميه هذه بس تسلب وتنهب وتقتل وتذبح. كل شيء ما راح تحصلون، لا انتخاب، هم حاضرين رئيس الوزراء، ليه قدام؟ حتى من تخلص الانتخابات يطلعون الكل يقول لكم هذا رئيس الوزراء. يمشي بحج ايران يخلونه. ما يمشي بحج ايران يطيرونه. نعم. خويا ناس تاجر وناس تبيع، هذول غير.
هم المستعين واحنا وقعنا فيها. لا تصدق بعد تجيك حكومه براس حرب. الله شاهد. هذا البارحه اول البارحه يطلبون اصوات بفلوس يشترونهم. بكل سنه بكل انتخابات هاي يا ابو زبع. الله شاهد اني هلا حاجيك من ضمني صار ثلاث ايام يطلبون وباخذ ناخذ يشترونها بنص من عندي. بعد بس انا عراقي ما بيع العراقي نعم. ما بيع العراقي يا بسوس على مذولك خونك. نعم. واني ممنون من عندك. ممنونك ممنونك ابو زوبا شكرا. شكرا لاتصالك. يعني أنا اللي خبلني بالبرلمانيين واللي خبلني بالسياسيين والكتل السياسية والأحزاب اللي أصبحوا مليارديرية نتيجة المال السياسي ونتيجة الصفقات المشبوهة ونتيجة الفساد اللي تيحصل وغير الرواتب اللي كانوا يأخذوها بدل الراتب 2 و3 و4 و5 وبرلماني داوم برلماني نام بالبرلمان 4 سنوات مو يداوم ما يفيد الشعب 4 سنوات يتعاركون بيناتهم وقرارات الشعب كلها قرارات مؤجلة لو نتابع جلسات البرلمان أو الدورات التشريعية من 2005 لليوم راح تلقون أكو قرارات من 2005 لليوم مؤجلة لأنه تهم الشعب العراقي يأخذ له راتب تقاعدي مبلغ وكذا نتيجة عمله بالبرلمان ويضمن جواز دبلوماسي مدى الحياة ما أعرف شنو اللي قدمتوه للشعب حتى ينتخبكم من جديد أبو محمد من البصرة حياك الله يا أبو محمد الله يعزكم والله يا أخي هذول جريمة هذول جريمة ينتخبهم واحد وأنا عتبي على أخواني في الغربية ليش ما يرسون الصفوف ويصب اخواني اعزائي العراقيين كل الجماعات الموجودين هم ناس دخلاء وانا اقول البرنامج هذا صوتكم اذا ما يوصل لكل عراقي ما فايده ابو محمد ابو محمد نعم. انا يعني راح اجاوبك بلسان ابن الغربيه يعني انت قلت انا نعم. عتبي على ابن الغربيه اولاد الغربيه ونينوى والانبار وصلاح الدين يعني هسه حاليا 70% منهم هم مهجرين بالمخيمات من عاد من مخيمات الهجرة وضعت عليه شروط وقيود من قبل الميليشيات صعبة جدا إن وافقت على إعادة توطينه بمنطقته الأصلية غير هيك المنطقة مدمرة المدن مهدمة البنى التحتية 80 و90% ويا القاع بيوت ما عندهم عمل ما عندهم حقوق ما عندهم أولاد اللي قاعدين بالمخيمات هسه اصلا حقوق انه يدخلون ولدهم مدارس ما عندهم فيقول لك احنا مشتتين يمنا ويسرى وشامرينه انتم تعتبون علينا شنو اللي بدينا نسوي العتب مو على النازحين يا اخي يا استاذ العتب على السياسيين السياسيين دول اللي ما يزعونهم نعم انا هذا محتر قلبي نعم معلش انتوا بالبرلمان وبالحكومه اكو وزراء واكو نواب زين ما تسوون شيء هاي الناس ليش؟ زين صح احنا هسه في الجنوب احنا مضطهدين خليني اقول لك اياها احنا نفس الشيء هم اكو هسه حواسب جاي يفلشون بيها واكو ناس متجاوزين وناس انا قلت معهم بالبصره هاي مال الخير البصره بالضيم زين فاشوف ترى هيك مو انت صح هذول قدامي يعني انا قاعد اشوف صورهم خطيه ذولا لا يا ابو محمد حكيناها هواية قلنا مناطق الجنوب هم تدمرت وهم تأذت من هاي الحكومات وهاي الأحزاب السياسية بس استخدموا طريقين المحافظات الغربية ونينوى اندمرت محافظات الجنوب لا بها خدمات لا بها مي صالح للشرب الملوحة تصعد أمراض الطحالب السامة من تشرب شط العرب هاي همينا كلها يعني جزء من 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 نتائج الحكومات هذني نعم انا يعني يعني صوتكم حلو واضح والله يا اخوي احنا نتمنى انه انتم لا تتحسون على السيد الصدر احنا انا مو متعرف له بس انا اقول انه السيد رجال محترق قلبه وخلوه يفوت وخلوه ان شاء الله البكت الكتله الصدريه تفوز وتكون حكومه بيصلح خلوه انتم هم ساعدوا وياه لا تضربون بهذا خلونا نمشي كعراقيين ونشوف السيد ما زال رجع حتى
ارجو منه ان اكمل المشوار لاصلاح ماله. وانا اشكركم وايد. شكرا عليكم. شكرا شكرا لك ابو محمد. اليوم يعني العراق لو نجي نحسب العراق وخيرات العراق واللي موجود بالعراق، هم دا يسوون انتخابات وقاعدين دا يسوون دعاية انتخابية. قبل ما نحكي بخيرات العراق، والله عندي مشروع للسياسيين يخبل بالقرآن العظيم، عندي مشروع إذا يفتهمون السياسيين وينفذوا للشعب كله يسوي لهم دعاية ببلاش، بدل ما صرفون ملايين الدولارات على قطعكم المشمرة بالشارع واللي مشوهة صور الشوارع العراقية، بدل ما صرفون ملايين دولارات على دعايات وأغاني في القنوات التلفزيونية، أكو مشروع ثاني لو هاي الفلوس نفسها اللي صرفوها على الدعاية الانتخابية تستغلوها مثلا في إعمار المدن المدمرة، في إنشاء محطات لتحلية المياه بالجنوب، فتح محطات توليد طاقة كهربائية، الاستفادة من الغاز العراقي اللي قاعد ينحرق وينشمر بالجو، لو تستغلون انتو هل سياسيين كلكم كم حزب كم نائب عندكم ايش قد تسوون دعايات انتخابية، لو هاي فلوسكم كلها تلموها وتبنون بيوت النازحين وترجعوهم لبيوتهم، لا كل النازحين يسوي لكم دعاية ويقول فلان بنا لبيتي ويروح ينتخبك ركض، لو تبنون محطات تحلية مياه وتخلون المي اللي موجود بالبوري صالح للشرب نص الشعب ينتخبكم، لو تصلحون منظومة الطاقة الكهربائية العراقية نص الشعب ينتخبكم، لو تشترون أدوية وتوردوها للمستشفيات العراقية بحيث ما يكون نقص وعجز بالعلاج العراقي نص الشعب ينتخبكم، بس ما تفكرون بها، بس تفكرون بكل شارع تحطون 8 و9 و10 قطع وما شاء الله كل واحد حاط له شعار رنان معا لعراق واحد، وين الواحد بالموضوع ما أدري. أبو ياسين من ديالى حياك الله. أبو ياسين أبو ياسين تسمعني؟ أسمع حياك الله. هذا حياك الله أخوي. حياك الله حياك المحترمين. نعم حياك الله أخوي. الأخ أبو محمد المحترم من البصرة. نعم. أقول السياسيين سنة وما شد كفرا، أما عدت فصحون العمام وكذاب الحنانة مقتدى الصدر عن العملية البادلة هو أشد فسادا من كل هالكتل، هو جال إلى 54 برلمان 6 وزارات وزارة عمين، هو كان يطالب بالإصلاح، هو من أجهز مضاعفة، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان ما يمثل الشيعة ولا يمثل العراق، هذا يستطيع دولار هو يعود الدولار. فأخي هذه العملية كلش فاشلة. أخي أسأل قبل يوم الأربعاء أنا حرفت السنة من الانتخابات وردي لك محمد عصام قال ما يتحدى شيء السنة، لا احنا أهل السنة اللي تحكيها دستان واضح، احنا أهل السنة أكلنا القازوخ من وراء أميس الخنجر وأتباعه، ما اليوم إنه يشوف اللافتات الرنالة الخميس الخنجر هذا الرابي مثل ما هم يدعونه فعلا في دياله التحدي عاملي قتلت الشعب قتلت السنة، فمن أتحدث بهذه الطريقة يا عافة مو مرضى شعب السنة، لا أنا نبدأ أن السنة لا يريد تخبون مرشعين السنة أنه راحوا استعدوا مع قتلتهم مع الإيرانيين مع دولة إيران، وتحدثت حضرتك المحترم عن مال الفساد السياسي، لا اليوم هسه اليوم صرح العبادي قال دعامات الحشد روح شوف ايش عندهم عقارات في الجاذلية اللي قد تلقى واللي قد باتوا، فلا يبقى الشعب مغفل، هذا معمم وهذا سيد وهذا ولائي وهذا ابن بيت النبوة أطار، هذا كله أكاذيب أخي، هذول كلهم سياسيين فاسدين، ليه للقطر ولا ليه للأمريكا ولا ليه للإيران ولا ليه للإيران، ما يخدموا الشعب لا شيعة ولا سنة، يا شعبنا العظيم يا شعب الجبار اتحفظ من هؤلاء، قال سراق البلد وقتلت الشعب وحرق قوت الشعب وحرق وما خلوا بالعراق في عسر سنتها، فلا تنخدعون بهذا وذاك اخوان، يجب الشعب يطالب بالانتخابات لا يطالب اسقاط عمليه كامله، لان كلهم هذول حثاله كلهم هذول ابناء احتلال، اقول لكم والله ذول اللي جوها تحت البسطال الامريكي وكلها تحدث عنها برايمر جاي يطالبون مكاسب، فهذول مو عراقيين ولا من الأصول العربية أصلاً، لا المالك ولا غيره كلهم الأصل
هذول ناس قادرين جعجعوا لموا على كل التحالف الصليبي ومن ضمنهم من قوة العرب واتبعوا العراق بكذوبة، دمروا الشعب العراقي، قتلوا الأطفال وقتلوا النساء ورملوا النساء وقتلوا الشيوخ. وبالنسبة للسياسيين السنة أعيد الكرة لأخوي محمد، وأكثرهم عوائلهم مهجرة وأكثرهم عوائلهم مغيبة وأكثرهم عوائلهم بالسجن مجبناء ما يقدر يتعامل حقوق العالم. فيا يا الشيعة ولا سنة دولة فاسدين أقصد سياسيين. تحياتي عزيزي أفل. شكرا شكرا لك أبو ياسين. أكو تصريح صرح أحد أعضاء تحالف سائرون اللي هو النائب رياض المسعودي، التصريح بشغلة ملفتة. كنا نتذكر مقتدى الصدر طلع وقال ماكو حكومة جتي للعراق إلا بموافقتي، إنه كان التيار الصدري الثقل الأول في تشكيل كل حكومات العراق. لكن رياض المسعودي يقول إنه الأحزاب التقليدية عندها قدرات هائلة وكبيرة واشتغلت سنوات طويلة وشكلت قواعد اقتصادية رهيبة وتمتلك القدرة على الاستحواذ على مقاليد الحكم، واتهم حزب الدعوة بالاستحواذ على جميع الحكومات السابقة. أنا أريد أسأل سؤال، واحد من عندهم بيحكي الصدق وواحد من عندهم بيكذب؟ إذا سمعنا الأول فهذا الاتهام باطل، والمفروض التيار الصدري حاسب النائب مالته يقول له شلون تحكي هاي الحكاية، وإذا هاي الحكاية صدق إذن التيار الصدري ما إلى أي ثقل. إذا أكو جهة ثانية مثلا حزب الدعوة استحوذت على الحكم وانتهت الأمور بإيده، بس لحد الآن الشعب العراقي عايش بدوامة، وبكل انتخابات يطلعون السياسيين، اللي يكشف صفقة فساد، اللي يكشف صفقة تبادل أسلحة فاسدة، اللي يكشف صفقة أجهزة الجولف أو طوبات الجولف اللي جايبها على أساس لكشف الأسلحة والمتفجرات بالسيطرات، واللي يكشف الرشاوة مثل ما طلع عنا مثلا مشعان الجبوري، ويتعاركون بيناتهم وهذا فاسد وهذا خوش آدمي، وتاليتها تخلص الانتخابات ونتفاجئ هم نفسهم باقي. أبو محمد من الموصل حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. والله أستاذ هاي صارت مهزلة، يعني هذول متكونين، هذول مو متكونين على متكونين على البوض على النهب على السلب، هذا الشعب نايم، الشعب بعد ما يقدر يسوي كل شيء، الشعب انتهى. نعم. تيمت عليه الأحزاب، بعد ما حد يقدر يحكي، هاي شيء ما حد يقدر يحكي. انتخابات هو بلا أستاذ، يقول لك انتخابات موجودين هم راح يعرفون يصعدون منهم، صاعدين هم مخلين مع الكراتب، فلان وعلان انتهت، لا يقول لي يعني فلان اصعد، انا ابو الحزب مرشحين 10 يصعد زيد عبيد، هذا وانتهى كل شيء. يعني بس انتخابات بس كذلك، نهب فلوس ونهب النفط ونهب الثروات في العراق، وهي واقعه براس الفقير، الفقير من زمان هي يقول لك براس الدار خايفه، هذا صار هذا، والشعب ما يقدر يحكي. يعني احنا ما نريد نحكيها بالاي، بس الشعب ما يحكي، انتهت انتهت. من يقدر يحكي؟ من يقدر يحكي يقول لأي مسؤول انت هيك؟ هم جايين ينهبون يبوقون ويمشون فقط فقط، بس هاي جايين على شنو؟ على شنو جايين؟ جايين شو يسوون؟ يسوون شيء للعراقيين؟ ما ما العراق انتهى، راح الهاوية، انتهت انتهت استاذ. والله استاذ يعني ايش تحكي، ايش ما تقول، ايش ما تحكي، نفس 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 المقالة، ما ما ضل اي شيء في هذا العراق، ما حد يقدر يحكي. من يقدر يتكلم؟ يلا من يقدر يتكلم؟ من شماله الى جنوبه من يقدر يتكلم؟ الأحزاب هي مسيطرة، والأحزاب هي التحكم، والأحزاب هي هذا هو مصعدين، هم فلان وفلان فلان، هم نفس الوجوه، تصعد نفس الوجوه وتروح نفس الوجوه، هي نفس الوجوه، هذا هو الحصار ولا ما حصار، كله يعرفون وين يروح، الأحزاب موجودة وهذا هو، هم جايبون إياهم، هم مو نفس الوجوه من 2003 لحد الساعة، يلا بدلوهم ما حد يتبدل، الروس الكتل هي هي الأحزاب وهذا هو. وهذا العراق بعد لا حد يقدر يحكي، لا لا صغير منهم ولا كبير منهم، انتهت براس الفقراء والفقير، الفقير هو الماكينه، من يقدر يحكي استاذ؟ الو وياك. ايه فمن يقدر يحكي استاذ؟ يعني منو قول لي منو يحكي؟ نعم. منو يحكي؟ منو يحكي؟ من شمالها الى جنوبها، جهل، هذا العراق راح الهاوي على الهاوي، ولا هم الأحزاب نفسهم من المالكي وغير المالكي،
هم دول الاحزاب مالهم هم اللي يساعدون يساعدون ويصلون يصلون وهذا هذا ما العراق يعني ما حد يقدر يحكي ما حد يتهد نعم ايوه الاحزاب تصعد وهذا هو براس الفقير من يريد بس يطالب بس انتم قاعد تطالبون بس انتم تصيحون بس انتم تقولون هيجي وهيجي وهيجي ما 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 يعني بس انتم قاعد تطالبون والفائده واذا ما الله بعز جلاله يريد يغيرها ما تغيرها وهذا يعني ما تسويها ما تسويها نعم لنا الله لنا الله لنا الله ما ينسانا امنت بالله إيه لنا الله ما اقول طالبت انتم قاعد تطالبون الهيئه المسلمين قاعد طالب الدول العربي الامريكي كل الدول ما حد يدير ابو محمد احنا كقناه تلفزيونيه هو احنا يعني واجبنا نضع امام المواطن العراقي الحقائق واجبنا ان ان نبين للمواطن العراقي شنو اللي دا يصير واجبنا ان نفتح مدارك الشعب العراقي حتى يوعى للي دا يسووه السياسيين فهذا واجب لا شكر عليه لا استاذ انتوا انتوا اشرف قناه والله اشرف قناه هي قناه يعني محترماتي القنوات الباقيه احنا بس انتوا قناتكم يعني ذات طالبون للفقير طالبون للمساكين طالبون للأغنياء طالبون للنساء طالبون لكل شريف انتوا قناه شريفه يعني واجب واجب من هذه واجبكم نشكركم كلكم يعني من اصغر واحد الى اكبر واحد بهاي القناه واجبنا هذا اخوي العزيز واجب والله جزاكم خير شكرا 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 لك محمد ابو ياسين من عاصمه الرشيد بغداد حياك الله ابو ياسين تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين تحيه والدوم حيا الله من قال اشكرك انا بس اريد اقول للسيد سيد مقتدى اقول له انت اولا انت ماخذ نص خراب العراق هاي بس انت والنص الثاني هاي الناس اللي انت جاي تقدمهم اولا من اللي قدم الجعفري مو انت من اللي قدم المالكي مو انت مره ثانيه من اللي قدم المالكي مره ثانيه مو انت مو فهد اياد علاوي وانت انطيته مقاعد من يمك ورفعته مو انت من اللي قدم عادل عبد المهدي مو انت على خراب العراق العبادي وغيره وهسه الكاظمي مو انت مو انت مخلي ايدك بيد ايران شنو عليه من جاي يعني عليه من جاي من اللي جاي تقنعه تقنع بس ربعك والناس الاغبياء بس ما تقنع الناس الوطنيين مو انت دمرت البلد يعني انت ما تستحي لابس لك عمامه يعني يا اخو والله عجيبه يعني هل ما اعرف يعني هذا انجام الفلوس شويه خبرته مو انت دمرت البلد انت يعني نسيت ربعك انت اللي شوي الجوامع من حلقوا القراعين من قتلوا على الهويه هاي هسه تامره روح شوف تامره مو ربعه هسه خانقين الناس انت عليهم جاي عليهم جاي تمشي كلامك مو انت سعيد وعمامتك سودة ويش تسعى نفسك يعني معقوله مواطن يعني يحكي عليك والله يا بالله انت تقول تبعي من التبعي انت مو قاعد جوا الخامعني خامعني هذا اللي قال بعد ما خلي عراق 50 سنه انت مو قاعد جوا وتلطم معرض وهو يحكي وتتأيده شنو هالدجل هذا يعني مو عيب دمرتوه البلد طلبونا هالبلد يعني طلبوه بطلابه انتم مو تقولون احنا عراقيين وينكم عراقيين وين افعالكم اللي يقول انا عراقي ما يثبت لسانه تثبت افعاله انه هو عراقي حتى مو الله انطاكم السلطه وراد يشوفكم وتقولون ظلمنا ذاك دكتاتور صار له 35 سنه الله انطاكم السلطه بس الله سبحانه وتعالى من انطاكم السلطه الا بها غايه يريد يعرف الشعب بيكم يريد يقول للشعب هذول اللي انتم تريدوهم فسبحان الله ما يصح الا الصح وقبل قالوا ظهر الحق وزهق الباطل هو صحيح كلامهم بس العكس هو الصحيح الحق مال قبل ظهر شوف الاخوان هسه عليهم قامت فريدمان شوف الجنود فريدمان قام سبحان الله وانا اشكرك طلعت عليك اخوي شكرا شكرا لك ابو ياسين هو احنا عندنا سؤال نريد نوجهه للسيد مقتدى الصدر من قصده بس تبعيه مو هي اليوم اكو بالنسبه الى الاحزاب والكتل السياسيه اكو تبعيتين اكو جهه تتبع الايران انت واحد من عندهم واكو جهه تتبع الامريكا تتهمون انه مثلا مصطفى الكاظمي واحد من يتبعون الامريكا فانت ويا هاي ضد هاي لو ويا هاي ضد هاي لو انت ويا ضد لو ضد الثنين فاذا انت ضد الثنين من المفترض ان توقف ويا الشعب العراقي ومو تعلن الانسحاب خلص ينتهي دور التيار الصدري بالعملية السياسية بشكل عام أو على أقل تقدير يعمل بصورة حقيقية بأن يكون معارضة
لما يحصل في البرلمان. يعني تخيلوا 50 نائب موجودين بالبرلمان ويعارضون صدق ويوقفون بوجه القرارات اللي ما تهم الشعب صدق. يعني قرار يحددون به الشعب ويقيدون الشعب ويكممون أفواه الشعب بسرعة يطلع. من يردون يراقبون مواقع التواصل الاجتماعي كلها وقعت. لكن مثلا زيادة رواتب المتقاعدين كم دورة صار لا يتأجل. من البصرة عندنا اتصال، منو؟ أبو عباس، حياك الله أبو عباس. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك أستاذ؟ نحمد الله على كل شيء. أقول ألف رحمة على روحك صدام حسين، ألف رحمة على روحك. نعم. مقتدى، هذا مقتدى صدام حسين. هو شو يسوي للعراق؟ مقتدى وعندك العبادي وعندك نور المالكي وعندك الشاهي التعبان، كلهم شو يسوي للعراق؟ هم ضاعوا العراق لإيران عمي، ضاعوا العراق لإيران. شنو جابوا لنا؟ شنو جابوا لنا؟ هاي زراعة، هاي صناعة، هاي تجارة. شيل الطحين صار هسه 35,000 بالبصرة. زين؟ كمية ماكو. يعني شنو سووا زين؟ أريد شيء زين، أريد شيء زين هنا بالبصرة هسه ماكو. هذا الماي مالح حسن مغلق صيد. زين؟ ماي مالح جايدين ماي مالح. عندنا حيوان بعناه، عندنا حلال كله راح، عندنا يعني والله تأذينا والله العظيم، حكومة هاي أذتنا والله العظيم. يعني ما شفنا من عندهم شيء زين. عيشون على صدام حسين. مع كل الأسف بس، مع كل الأسف طاغوت والله هيك، هيك حرامات يصير العراق، هذا العراق، هذا 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 البلد الطيب، هذا البلد اللي أيام نبيه ليش ليش دمروا العراق؟ ليش؟ الله يقبل محمد. يعني ايران هاي ايران والله ما حد يوصل لها ولا حد. امريكا ليش امريكا تجينا؟ شنو جت عندنا؟ صواريخ لقت عندنا شنو؟ نووي. هاي هاي ايران وعدنا نووي، فهمت انت شلون ايران؟ ليش بس العراق جوله؟ ليش بس العراق جوله؟ معك ليش؟ نعم شكرا 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 لك ابو عباس. يعني اكو اتهامات هوايه بخصوص الانتخابات، اكو ناس تقول انه الانتخابات راح تتاجل لانه الاحزاب بعدها دا تتعارك بيناتها، منو يصعد ومنو ما يصعد. هي المشكله احنا اذا نريد نفكر بيها، يعني هم دا يتعاركون بيناتهم. اذا رادوا يفكرون برئاسه مجلس النواب فهي معروفه من هسه، مخصومه من قبل 18 سنه، مخصومه من 2005 لليوم، هي مخصومه للطائفه السنيه، رئاسة الجمهورية للطائفة الكردية، رئاسة الوزراء للطائفة الشيعية. بعد أريد نفكر أكثر، وزارة المالية للأكراد، الدفاع للسنة، داخلية للشيعة. هذني محسومات، هذني ما حد يحكي بيهن. ما أعرف هم على شنو دا يتعاركون. ذاك اليوم يطلع لقاء إلى نور المالك يقول أتحدى إذا أجا رجال ويقول أنا عندي دولار بأي بنك داخل العراق أو خارج العراق. قنوات تلفزيونية، شقاق وفلل وقصور، منين جني ورث؟ كلنا ولد العراق، شو ما ورثنا هيك ورث؟ بكتها من دا أتابع هذا الفيديو، ما عجبني إلا تعليق واحد يقول هو كان يبيع سبح وأنا أبيع سبح، خلي علمني شلون صار. المشكلة هم اليوم من يطلعون، هذا يقول ما عندي فلوس، ذاك الثاني يقول كنا حرامية وكنا أخذنا رشاوة وكنا واحد ضحك على الأخ ونفتح قضية ويجي يقول لي أعطيك مليونين دولار وسدها، وما سدها وأعتبر نفسي ضحكت مثل ما قال مش عن الجبوري عن السانة، اعتبر نفسي ضحكت على هالفاسد الكلب ابن الكلب. هو ايش قاله؟ ما اعرف يعني هم علي من يضحكون، علي انا، على انفسهم. من يطلع السيد مقتدى ويقول بس تبعية، انتوا اللي اسستوا لهاي التبعية،
انتم اللي سلمتوا البلد على طبق من ذهب، سلمتوه الى الولايات المتحده الامريكيه بالاكاذيب اللي سوقتوها للعالم كله في مؤتمرات المعارضه العراقيه اللي انتوا اساسها وانتوا منها، وسلمتوه الى ايران بعد ذلك تسليم يد، واصبح السفير الايراني هو الرئيس الفعلي للعراق، واليوم العراق صار حديقه خلفيه. احمد من الانبار، حياك الله يا احمد. نعم استاذ. نعم الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، تفضل. حياك الله. هلا بيك يوم، تفضلي. احنا احمد من الانبار. نعم. احنا البارحه اتصلنا وياكم وانقطع الاتصال. نعم. اي على مود الولد المعتقلين. نعم. السجناء اخذتهم قوة مجهولة يدعون انفسهم حزب الله. نعم. من يوم 6/3 من 2016 لحد الان ما عثرنا عليهم. نخلي واسطات والى ما يطب المحامي الى الباب وتنسد القضية ويغلق موبايله وما عاد ينطينا صوته. نعم. نريد نعرف شنو السبب، عوائلهم دايحه، اللي عنده 8 أطفال واللي عنده لا راتب لا اي شيء، يعني شوخه ما يضلون هيجي. نعم. واحنا نريد نوصل الصوت لكم، وانتم احنا العام هم اتصلنا ما اعطيتونا اي نتيجه، والسنه كذلك. اختي العزيزه او امي العزيزه، يعني احنا قناه تلفزيونيه، احنا كل واجبنا واللي نقدر عليه انه نسمع صوتك ونوصله الى الناس، نوصله الى صاحب القرار. احنا مو اصحاب قرار حتى نقدر نجاوبك. بلا والله احنا نريد نسمعكم الصوت ونعطيكم القناه هاي. وصل وصل الاطفال اللي ظلت خطيه لا رواتب لا شيء. وصل صوتك، وصل صوتك، وان شاء الله سمعوك، وان شاء الله يجاوبوك ويردون سالمين كل اولادك او اخوتك اللي معتقلين. شكرا، شكرا جزيلا لك. أيوة. اختي ام احمد، بالنسبه الى رسائل الواتساب اللي وصلتني على واتساب، اول رساله تقول: مساء الخيرات قناه الرافدين العظيمه، استاذ افل، مقتدى الصدر يريد يصير رئيس وزراء، خالي خلي يصير، ليش مستحي؟ هو كلهم باقوا. وشكرا الى كل كادر الرافدين. فاتن من ألمانيا. رسالة ثانية تقول: السلام عليكم، تحية حب واحترام لقناتكم الشريفة الناطقة باسم الحق. بالنسبة للانتخابات هي محسومة من زمان، فبعد ما ينضحك على الشعب شنو بإيد هذا الشعب المسكين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دام هناك أحزاب وذيول وعملاء الإيران وغيرها، نقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. وتحياتي لكم رنا من بابل. حياك الله. حسين الكعبي، محافظة ميسان، حياك الله أخويا. السلام عليكم، تحية لك والقناة الرافدين. أخي العزيز، العملية السياسية بالعراق أتى بها الاحتلال بعد سقوط النظام السابق، جوي الأمريكان العوبة اسمها الديمقراطية، بعدها بكم سنة جوي بضحوكة اسمها الانتخابات، لكن أي انتخابات حقيقية لا توجد. يوجد بالعراق مجموعة من السراق والعصابات والميليشيات تسرق قوت الشعب، تسرق خيرات الشعب، تقتل أبناء الشعب، تهجر العوائل، تجرف المناطق، زرعت الفرقة بين أطياف الشعب، وكل 4 سنوات يجون بانتخابات مزورة مسروقة ويفرضون بها أشخاص هم يختارونهم. أنا كمواطن لا أثق بالعملية السياسية بالعراق، ولا أثق بأي انتخابات تجري بوجود ميليشيات مسلحة تقتل كل شخص يعارض أفكارهم الترهيبية. السلام عليكم أخي أفل، والله عجيب، أنت شخص تنسحب وبعدين ترجع، والله ما عندهم كرامة. شنو من بشر، ناس ما عندهم كرامة، والله ما أعرف شو أقول، بس أقول على العراق السلام من هاي الأحزاب. باعوا العراق على مود إيران، حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة وعلى الأحزاب وعلى السياسيين اللي دمروا شبابنا ودمروا العراق. رسالة ثانية تقول: السلام عليكم، احنا اتباع التيار الصدري استعجلنا وحرقنا بطاقة الناخب، يصير ننتخب هسه باي شيء؟ لو شلون نطلع البطاقة؟ لو ننتخب بالبطاقة التموينية، والله روحوا سألوهم إلهم هم يجاوبوكم. السلام عليكم، والله اخي افل، شوف بعدكم يوم وسمعنا انفجارات واعتقالات واغتيالات على المتظاهرين، وبالاخص بعد كم يوم، عفوا، شوف بعد كم يوم راح نسمع انفجارات واعتقالات واغتيالات على المتظاهرين بالاخص بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. المشكلة اليوم انه احنا في بلد،
البلد هذا متكون من 40 مليون نسمة مثل ما يقولون حسب تعدادهم هم. البلد هذا غني، غني بأمواله، غني بخيراته، غني بأرضه، غني بتربته، غني بمعادنه، غني بكل شيء، حتى بعقول أبناء شعبه. هذا البلد يعتبر من أغنى بلدان العالم. المي دا يجف، العقول دا تتهجر، المعادن دا تنسرق، الأموال انهبت، الزراعة والصناعة والتجارة والأرض وما أعرف شو كلها ماتت، ما بقى عندهم غير بس يقضون على الشعب العراقي بسبب منه سياسات خاطئة من 2003 لليوم، سياسات فرضها عليهم المحتل الأمريكي وهم رضخوا لهذه السياسات ومشت من 2003 لليوم. لكن أملنا وكل أملنا بشعبنا، شعبنا الحي اللي ما يموت. أملنا بيكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. باكر في أمان الله.